السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. كما كتشاهدوا معنا كانت واجدو مرجان مدينه قنيطره، وصول الدفعه الاولى ديال الحولي كما كتشاهدوا معنا الاخوان. ها هو هذه الدفعه الاولى ديال الحولي ديال بنيديل. هانتوما الاخوان، هذا حولي ديال بنيديل اللي جا في هاد اللحظات اسواق مرجان. بالنسبه للناس اللي كيسولون على الحولي واش دخل المرجان ولا مازال، ها هو الحولي يلاه دخل دابا كما كتشاهدوا الكاميرا، ها هو يلاه حط الدفعه الاولى. هاهي كما كتشاهدوا معنا من اللي هانتوما كما كتشاهدوا مازال خاوي بلاص السردي وبلاص الحولي ديال ميتون برقي، تا هو راه مازال خاوي. دابا نوريوكم البلايص كاملين كما كتشاهدوا. شوفوا معنا الحوالة اللي جاو، ها هو هادي السلعة ديال بنيكيل كما كتشاهدو. كتكون كلها حمراء السلعة ديال بنيكيل، باش معروفة كيكونو رجليها حمرين، راسها حمر كاملة. هانتوما كما كتشاهدو، والبرقي كيكون الاغلبيه كيكون بحال هكا. البرقي كيكون راسو احمر ورجليه تلقاهم بيضين بحال هكا. ما بنيقي الاصلي هو هذا راسو ورجليه. وكما كتشاهدوا الاخوان جات المعزي، ها هو كما كتشاهدوا معنا كيجيبو المعزي و بنيكيل. هانتوما الخوت، هادي كما قلنا ليكم الإخوان أول دفعة كتوصل المرجان في 2024. وهادو بالنسبة كما كتشاهدو الحولي ديال البلايص الخاويين، هاهما مازال ما جات السلعة. بالنسبة هنا كيكون الحولي ديال الميرينوس ديال الصبليون، حولي ديال برا بالنسبه لبلاصتو هي هاد كيكون هنا. هادو المعز كي عارفين المعز ما كاينش حتى بلاصه، نقزو من اللي رافين دايرينهم، نقزو عايش اللحظه. هانتوما الخوت، وكاين البلاصه عاوتاني ديال البرقي، ها هي الحولي البرقي كما كتشاهدوا بلاصتو. ها هي كاينه بلاصه السردي عاوتاني، ها هي يعني كما كتشاهدوا معنا السلعه هي مازال بلايصها خاويه عاد كتجي. وهذه دابا بدا جابوا المؤونه ديال السلعه كما كتشاهدوا معنا، ها هي العلف ديال صبقوا بعد داك الماكله العلف كما كتشاهدوا معنا، وعادي يجيبوا السلعه الحواله كما كتشاهدوا الاخوان. هانتوما التبينه العلف المسائل صدقوه هو الاول وعاد كيلتحقوا. وبالنسبه لهاد البلايصه هادي خاصه بالسلعه اللي كتباع ديال الكليان، السلعه باش كتباع ديال الكليان كيجيبوها لهنا باش كيخليها في لوطيل كي كيسميوه هما بيع وشري ديال هنايا. صحاب الحواله مالي الحولي يقولك هذا راه لوطيل ديال الحولي اللي كيبقى هو هذا. هانتوما كما كتشاهدوا
اخوان كما قلنا لكم الدفعه الاولى ديال الحولي ها هي وصلت. الاخوان بالنسبه للثمن ديال الكيلو راه مازال ما دايرين لا ثمن لا والو. غدا ان شاء الله اثنين ويديروا الثمن الكيلو. اليوم كما كتشاهدوا معنا وكما وريناكم يلا وصلوا الحولي يلا وصل الاسواق مرجان المعزي حاضر. كينقز المعزي بعدا ما شاد تاقمت كيتسارى مع راسه كلشي ديالو. ما ادخل القناة تمام مازال ما دار والو